جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: إني كنت فيما ماذا فتاة حافظة لكتاب الله، أرتدي النقاب وأعمل داعية للنساء بالمسجد، ثم مررت بفترة نفسية صحية تركت كل هذا، وحاولت العودة مرة أخرى فلم أحس بنفس الإحساس الجميل الذي كنت أحسه عند قيام الليل، والطمأنينة التي كانت تملأ قلبي، والقوة الإيمانية العظيمة التي كنت أحس من خلالها أني أقوى من إبليس لعنه الله. أما الآن فإن خيالي يفزعني، الكوابيس والأحلام المزعجة تطاردني، الخوف من أقل شيء، ولا أجد في نفسي الحلاوة القديمة عند قراءتي للقرآن، ولا أدري ماذا حدث، ولا أدري كيف أعمل. توجهوني جزاكم الله خيرا. الذي يظهر من حال السائلة أن هذا وسواس من الشيطان، نرجو لها الشفاء والعافية وعليها الطمأنينة وعدم الانسياق لهذا الوسواس أو الخوف والفزع منه، وعليها بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاستعاذة من الشيطان الرجيم، والإكثار من تلاوة القرآن والذكر، لذلك يزول عنها هذا المحذور بإذن الله. فإذا عملت هذين الأمرين، أولا أنها لا تستسلم لهذا الوسواس ولا تخف ولا يكون عندها تضايق منه، بل ترفضه ولا تلتفت إليه. الشيء الثاني أن تشتغل بذكر الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم، وسيذهب عنها ما تجد بإذن الله.